النهار يا عوف. يعني كنت اعمل ايه بس يا عتريس؟ مصيبه مصيبه وحطت فوق راسي. معلش يا دكتور، احنا اتفاجئنا بيها في الحاله دي. اختك ادوان كويسه ومفيش اي حاجه. ما اللي حصل؟ تتسنى انا صالح، ده انا المفروض اسالها. مين اللي اتقتل؟ منسي؟ وهو فين دلوقتي؟ مسكاوي، مش قلت لك هتبقى الرئيس؟ واديك بجيت. كله بحسك يا رئيس عتريس. واديك بعدت عن حياه المفاريض ام صاحبه الديابه والعقارب اللي زي هنداوي. كتر خيرك يا رئيس، قدامك مستكاوي دايما تحت امرك. تصدق جلكتني بكلامك ده يا شيخ؟ اكيد نقلك يا صالح. مين اللي حاول يقتل المسكين ده؟ دعاء ومنسي في يوم واحد كان في كابوس. انا ما عارفش كيف يطلع النهار من غير ما اشوف دعاء بتجري قدامي، والواد منسي صوته ملعلع في البلد. ايه ما دريتش اللي حصل لحبيبك منسي؟ ماله منسي؟ انصاب يا عيني وما بين الحياه والموت. انصاب كيف؟ هو انت مش عايش معاه في الخص؟ هو انت حجرت الخص ولا ايه؟ انا بقالي ليلتين برا الخص. انضرب بسكين يا عوف. انتوا شفتوه؟ ايوه شفناه، ونقلناه المستشفى مع الشيخ مصطفى، وهو دلوقتي في العنايه المركزه.